أعلن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني أنه تم إنفاق حوالي 190 تريليون ريال، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على إنشاء شبكة المعلومات الوطنية خلال العام الماضي، وذلك بهدف السيطرة على الإنترنت. وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية بأن تقرير مركز أبحاث البرلمان يشير إلى أن هذا المشروع قيد الإنجاز بعد انتقادات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مراراً بسبب عدم إحراز تقدم في إطلاق الشبكة. توصلت دراسة تمهيدية إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من فيروس كورونا الجديد والجراثيم لمدة قد تصل إلى 90 يوماً، وذلك عن طريق رشها على الأسطح مثل القطارات والحافلات وتشكيل طبقة مضادة للفيروس. ووفقا للدراسة التي أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأمريكية ولم يراجعها علماء آخرون بعد، فإن كمية الفيروسات المتواجدة على الأسطح التي رشت بمضاد الجراثيم هذا تراجعت بنسبة 90% خلال 10 دقائق، وبنسبة تصل إلى 99% بعد ساعتين.